أهلا ومرحبا بكم مشاهدين في نشرة أخبار جامعة المنصورة لهذا الأسبوع، وإليكم أهم العناوين. رئيس جامعة المنصورة يهنئ الطالب المثالي والطالبة المثالية. كلية التجارة بجامعة المنصورة تحتفل بيوبيلها الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء الكلية. رئيس جامعة المنصورة يشارك بحفل جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي للدورة الخامسة لعام 2022. جامعة المنصورة تشارك بالمؤتمر الدولي الثاني للنانو تكنولوجي. جامعة المنصورة تعلن عن أول ندوة بالصالون الثقافي في يناير المقبل بعنوان لغتي هويتي، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة ينظم الملتقى الأول للابتكار والحاضنات التكنولوجية. رئيس جامعة المنصورة يعقد لقاء مع فريق زراعة الكبد لبحث الاستعدادات لافتتاح وتشغيل المبنى الجديد. جامعة المنصورة تكرم الأستاذ أسامة موسى أمين عام الجامعة السابق. رئيس جامعة المنصورة يترأس مجلس كلية الطب البيطري مؤكداً على دعم العملية التعليمية والأنشطة الطلابية والبرامج التعليمية وما حققته الكلية من تميز في النشر الدولي ودورها البارز والفعال في القوافل الطبية داخل وخارج المحافظة. تكريم السادة المشاركين من جامعة المنصورة في نجاح فعاليات قافلة جسور الخير 16 بمدينة سيوة بمحافظة مطروح. مشاهدينا، كان هذا موجز أنباء نشرة جامعة المنصورة لهذا الأسبوع. كانت معكم هاجر إسماعيل، ونلقاكم على خير.